تقريبا هي دي البوابة. انزل بسرعة شوية. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخل الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش اصل ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذه انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكاله من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول، داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت وريني هتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذه، ما تخليش استخدم معاك العنف. طب انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش طارق، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع، يعني مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا الناس عارف لو لبست. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا. لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جدو ميكي ساب لي ماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اهو شفتي، الكنز كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده. هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس. معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد، ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا؟ ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جده ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه؟ يعني مثلا الجده بطه، مخترع عظيم زي عبقرين. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم. مش انتوا سوسو لولو؟ لا، عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ بيبقى ابن عمي انا وهو كده. Are you joking guys؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى اسمعوني. انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا. بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه. بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين وولاد ناس، انا هسيبكم تروحوا. بس يعني نصيحه، روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت. ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه. اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني، قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه. فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصا ان في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفه طبعا، عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزه تدخلي الحمام بتاعي اتفضلي، انا ما عنديش مانع، بس يعني انا ما انصحكيش. ليه؟ لان انا لسه خارج من الحمام، وبصراحه انا يعني فتران عجه وشكشوكه. طب ايه المشكله؟ لا مشكله، هو عجه دي يعني بيجيب عجينه طعميه بجنيه ولا بنص جنيه، ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسه زيتها قديم كده اسود،
الشكشوكه بقى بيض بصلصه. ايوه صح؟ خلاص خلاص وفلفل. خلاص خلاص نمشي احسن نمشي. لا 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 استني استني، هو يقدر يمشي، انت هتستني معانا شويه. ليه؟ لان انت معكيش بطاقه ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني، ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجي لك اكني لسه جاي اضمنها عادي مفيش حاجه. بقول لكم ايه، انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا 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 مش قادره، اي ونت بي، مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شيري تصحى بدري وتروح الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفه عليك اهو. بطلي ظن بقى، انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا دوب رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخانقي لوحدك، دي مشكلتك، انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ في بس غاليه شويه. ادفع 150 جنيه هديك 500 ولا لا 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 انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال هستنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون؟ لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي. حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنت هبلة يا بنتي، وأنا همشي بكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش، المرة الجاية يعني مش هنستنفع منك بأي مصلحة. معلش المرة الجاية المرة الجاية. طب شك شك مرزوقة تعالي جنبي، شك شك مرزوقة تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا. خد لما علي النضارة دي مبصمة، عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمة هدية. بجد؟ والله ماشي. انا موافق. المهم يا جماعة دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء، انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، المشكله انك تكلميه. المشكله انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك معاه ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه. هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها. أزور يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتيه. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوة. سيف. ايه صح؟ ايه ده يا ابو الرجال؟ هو انا ينفع امتنع عن الاجابة طيب؟ هاني مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي. بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحلي اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟
بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذه نيلي خليها فرصه تانية ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي. افكرك قلت لي انك هتتجوز شريان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل البوم زي اصحابك الاهلاويه الدخلويه. ايوه الدخلويه. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقه في اللمشه نتقلب. وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق. Whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى. وافق بقى. وافق وافق والنبي. والحلو والنبي. تبسم للنبي. للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقى مرتين ان شاء الله. ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقول لك ايه؟ انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذه اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه. ايه ده؟ سيف بقول لك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده بس ده ديزرت البحر ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم احنا داخلين هنا. ده طبعا فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي. انا بعمل تن حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده؟ دي بنت خالتي. عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت موحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة يالا. ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار. يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ده مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني طفله عيله بنت. ولا طفله؟ مالك يا دافش لياد انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه؟ انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا
امورينا يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد العزيز، كنا عايزينك في مصلحه كده. يا سلام، ده انت الغاليه تأمريني، ده انت جايه من سفر. ثانيه واحده تاخر، يلا اتفضل. عماد باشا، اتفضل يا باشا. لا مؤاخذه، قلبها مضيافه بس، دول قرايبي، دي قريبتي، والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوه. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوه. مظبوط. قهوه مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد العزيز، ايه اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب، وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخليه انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. مشتبه ايه يا ابني، دي قنبله. جبت القنبله منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا، اجري. عارفه يا نيلي؟ دي اول مره اقعد فيها على البحر مع واحده لوحدينا. انت بتهزر صح؟ بهزر ايه؟ اصلك قلت لي عارفه يا نيلي اول مره. عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكره انا ما بهزرش، وعلاقتنا اصلا ما تسمحش بالهزار. طب انت ليه قفشت؟ انا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامي سيب النعجه الخروف. على فكره ده عاكسني وشتمك. لا على فكره ده عاكسني انا وشتمك، لانه قال يا جامد مش يا جامده. هو لو عكسك انت وقال يا جامد وانت مبسوط بالكلمه يبقى المشكله اكبر بكتير. انا مش مبسوط، هو شايفني جامد، لكن انا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة، سيب النعجة يا خروف، فأنت الخروف لأن النعجة دي أكيد هي البنت. ما أنت النعجة يعني شتم زي ما أنا قلت. أي بس هو يشتمني، أنت سايبه يشتمني يعني؟ خد يالا، يالا أنت بتشتم مين يالا؟ خد يالا، ما حدش رباك في بورسعيد يالا، خد. والله أهو. خروف قوي، نعجة قوي. بص أنت بتعمل إيه؟ الحركة دي تبك المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر، والولد بيكون بيرمي توب، وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر، وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكره انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكه دي؟ جر يالا. ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي، نيلي خدي يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبليفبل. ايه فعلا، يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز، انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في اهواجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في اهواجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلع، بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أموريني. الأمر لله يا عبد عزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شادة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده، هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس، ما تقلقيش. طيب لا احل القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهوجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟
من جوه المينا. اه جوه ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب، هنجيب ايه؟ ورق نجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست كل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هزبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ Do something. لا هتشتم بالامه دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا اه. شفته؟ عندها حق على فكره، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البق في اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش عامل حلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي ايه يا عم في؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره، بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي اقبل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. ايوه كنت حاسس اني هالة فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم، بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي. انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانيه وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقولك يعني سايسيه كدهوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتش فيلم اربعه في المهمه الرسميه؟ نيلي انا مش عايزك تضعفي. سيف ما تقفرش كده. انا مش بقفر، انا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله اخضر، تالت حرنكوشه خضره تطلع لي، الاصفر هيطلع امتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك. وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونه. اوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يالا تعالى، خد شاكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد عزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد عزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد،
ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شيشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده ايه، لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو اللي اسمعني ده اللي اسمه ابو عزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا ابو عزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه يجي 4-5 ايام. 4-5 ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها طلع محجوز عليها، وهو برضه 4-5 ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه عشان الواحد يخدم بقلب، وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. قول كده اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعة؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو. ياه يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نوني، بس انت يعني عارفة يا نونة؟ ايه نونة دي؟ لا يعني بقولك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقلك نونة، نونتي بنتي الصغيرة جغ جغ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ بابوسك. بابوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانة منك يا زيزو، معقولة اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شوية، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا, لا استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنت بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش أجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهاردة؟ ايه المكان ده؟ انا النو ويا بات هنا. بقولك ايه يا بت انتي، انا اتخنقت من العوجة اللي انتي معوجها لنا دي، على قد لحافك مد رجلك. لحاف ايه في الحر ده؟ يوكي انا دخت. دختي من ايه يا كتكوتة؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم، لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هواجم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفي. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي يا راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه 40. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا 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 قوي. صحي لنا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكوا في الاوتيل ده؟ كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلووا صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي
شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه زميلي. يا صوبيا مزز، ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى احلى صوبيا دي. ايه ده، هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ اه هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقيه ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. اه ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. لا نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بص حاطين له ايه اباجوره؟ ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشان ده، هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكاني. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك، ما هي بقى نايمه هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاهي انا، يعني باصص لي انا. اه يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني؟ بقول لك ما تقلقش ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقول لي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ اه انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش، ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطر قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي مزعقش، انت اللي نرفزتني. غطي انت. بص بيعمل ازاي. ربي كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضر عليكي دي. هو انا بسالك انت؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي. انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي، نيلي بقول لك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين، السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله، بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. اي هوب سو. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطك كتير وحاجاتي كتير؟ زلت لسان، غلطت يا نيلي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجاما. سوري مش هديك بيجاما. ماشي ماشي انت حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك كده. بس 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 بليز اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس، عشان انا هغسل لبسي وانشره بكرة يبقى زي الفل. Whatever.
على فكره لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعه 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكره انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهمني. لا اوريهم لك دي لو نزلنا الميه سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني مع لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما بتقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه. لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباحات الله يا عم الحاج. ايوه كارك بقى، شد شد. ايوه قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شريهان ليه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ شريهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان ناخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجرة بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجرة والتجارة يعني تجارة شطارة. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج؟ في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء، المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوة والزمالة. اخوة وزمالة بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب 10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني؟ عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني. يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه لسانها طويل، لكن هي في الاخر في الاخر في الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش بشرب سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان. نعم. ممكن اسالك سؤال؟ ها. ليه يا حبيبتي اصحى من النوم الاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. اولا الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، انشر فين انا؟ على فكره الحمام مش ضيق خالص، انت اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني ادمه تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. انت هتحسديني ولا ايه عشان لبس كتير؟ وبعدين يا استاذه يا بتاعه الفاشون، مدام امينه شلبايه قالت انك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضه. يا جهله. اي داوت ان الست قالت كده، انت اللي من جهلك فهمتي غلط. ما تحاسبي بقى يا حيوان، انت هتوسخيني بقى. بت انت اتمسي وقولي يا مسا البتاعه دي مبلوله، ممكن اكتم بيها نفسك زي الخلع امونة عادي ولا تفرقي معايا. خلاص انتهينا. استغفر الله، انا حتى مش عارفه الجرعه فين. شريهان. نعم. انت هتنشريها هنا جنبك كده وانت نايمه؟ انت خايفه عليا يا نيلي لابرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمه دي. على فكره انا اكيد مش خايفه عليكي، انا خايفه على البيجامه بتاعتي اللي انت لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا هاخد نفسي. ما هو انت عشان كاتم نفسك شيل ايدك يا حبيبي. انت بتضحك وراك ليه؟ بتضحك ليه دلوقتي؟ بس يعني انت هو جاي من الشغل تعبان، بتضحك ليه؟
إيه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربنا حشيش ليه؟ انا سوري، انا سوري، انا اسف، انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى، نفسي هاني. على فكره انت عامل دماغ حلوه جدا، حاول تستغلها. الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوه ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي، انا وشي منمل يا هاني. انا مش حاسس بوشي، انت شايف وشي يا هاني؟ اه موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتوني ايه، مبيت حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى. على فكره كيف ده اصلا وهم؟ وهم ازاي يا جماعه؟ مش وهم ولا حاجه والله. وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. ايدي ما بتتحركش. اتحركي، بقولك اتحركي، اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك انت زي الفل. هو انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع، انا مش هقلع.